نرحب بالاستاذ احمد الفهيد اللي ذبحنا، ما حد يدرس ماجستير الا هو، ذلنا يا اخي بهالجامعه، يوم يجي ويومين يغيب وحالتنا حاله وسوي الجدول على هواه. يلا تمون. وحشنا يا ابو بدر. والله وانت اكثر. رحب طبعا بالاستاذ، التحيه لك وللاهل صحيح، وللاعزاء جمال وخالد. ايوه، والمشاهدين والمشاهدات. ايوه، والمستمعين والمستمعات. صح. نعم، يستاهلون مستمعين. نعم. والرياضيين والرياضيات. خلى شوي شوي، من زمان انا ما يعني ما حكيت. طيب شوي شوي. هو ما يخلونه في البيت يتكلم ترى، ما يجي يسولف الا عندنا. استاذ خالد السعود، حياك الله ابو علي. قراشات من بدري يا ابو بدر. اي اي اي، تعرف رمضان كريم، ها، والدنيا رايقه وما عندنا الا ذي الاسيويه. ها، والواحد طول اليوم ساكت، ففرصه. وعائلة البراج متعلقة برمضان كله، ما شاء الله. ما شاء الله. أنت أخذ بالك؟ خالد من جهة عالمية. من جهة. عالمية. ما شاء الله. مو صعب ولا قوي على أبو أبو غلا. إيه خالد، خالد مسوي جو عظيم هذا في رمضان هذا. ما شاء الله تبارك. الله يكفي شر من في شر إن شاء الله.